الأصل الأول، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك. بنماية كم برسياري كم أو برسياري كلناو جوردا ليدكري. من ربك؟ فرورد قارت كيا. بماذا تجيب؟ بتشي ولامي دديت. تقول ربي الله. دليد فرورد قاري من الله يا. الله ربي. الله فرورد قاري منا. ما معنى الرب؟ معناه الرب شيا. الرب هو الذي خلق الخلق ورزق العباد. رب أو كسيك دروس كرا وكان يدروس كردوه رزق يعني شيء داوة. هذه تربية للبدن للظاهر. أما بروردة كردنيتي بو روالات الركش. والتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وبرورد كردن بونا خودرون أويك أخوي جورا كتيبي داب زاندو وبيغمبراني ناردو عليهم الصلاة والسلام. نعم، إذن الرب لابد أن يعبد، الذي خلق ورزق لابد أن يعبد هو وحده سبحانه وتعالى. بله، بروردگار أو كسيا كدبي ببرستريا. بله أو كسي كا دروسي كردو ورزق دا دبي تنها أو ببرستريت. ولهذا لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. بويا ناكريك هيتشي ليكيك لو عبادتانا بوجيقا لأخواي قورا صرف بكين. كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. هرشي كسي هرشي جوري لجورة كان عبادة بوجيقا لأخواي قورا بكات أو كافريكي مشركة. لكن لابد أن نحذر من إطلاق الأحكام على الأشخاص. بلان بيويستا آقادار بين حكم كان من لسرتاك كان شخص بكين. إطلاق الأحكام على الأشخاص هذا لكبار العلماء للقضاء. إطلاق كردنو أنجام داني حكم كان بو تاك كان أما إيشي أمني بلكو إيشي قاضي وحاكم كان. نعم، لا يمكن أن أطلق الأحكام على الأشخاص. بلى نابي حكم كان بس الشخص كان جب جبكين. نحن هنا في الأصول الثلاثة نريد نتعلم كي نحذر ونحذر الناس لا أن نحكم على الأشخاص. أما ليرة لم كتب دا أود خيرين بوأوي وريا بينو خلكيش أجدار بكينوا نك حكم لسر شخص كان بدين.